السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء دوت اللي هي الحاجات اللي بتبقى موجودة في العقد اللي هو الابويمنت، الاتفاق، والبيم بروتوكول، والموديل برودكشن اند ديليفري بلان، وكل الحاجات دي. اي حاجة هتلاقيها في الصورة دي هتلاقيها مشروحة على قناة بيم اريبيا، حاجة اسمها جاست بيم ات. هنا بقى الحاجات الاسكادولات، الحاجات اللي هتبقى بالاتفاق بين الشركات الموجودة في المشروع او بين الشركات والاونر، الاي ار والاي اي ار اللي هو المالك نفسه، ايه اللي هو عايزه في المشروع دوت. الديجيتال بلان فورك، هنبدا نشوف التسليمات. البيم اكسكيوشن بلان بيبقى في واحده قبل العقد وواحده بعد العقد، بيكون فيها تفصيل اكتر. ماستر انفورميشن ديليفري بلان، البروجكت رولز، الكونتراكتور بروبوزال. وكل الحاجات دي عشان تتعمل لازم يبقى في عندي شويه معلومات. يعني الماستر انفورميشن ديليفري بلان لازم يكون عندي التاسك انفورميشن ديليفري بلان من السبلايرز اللي عندي. البنكشن بلان لازم اكون مجمع المعلومات، الاندستري ستاندرد، الانترناشنال ستاندرد، الكلاينت بروجكت سبيسيفيك ستاندرد، الداتا اند انفورميشن ستاندرد. كل الحاجات دي ببدا اجمعها واحطها في البيم اكستيوشن بلان. ما ينفعش ان انا اتفق على حاجه وانا لسه مش عارف الناس اللي شغاله معايا او السب كونتراكتور هيعمل الشغل ازاي. لازم الورق ده بيتعمل كذا مره، لان هو بين طرفين، فممكن الطرف يعمل الورقه ويبعتها للطرف الاخر فيعدي عليها او يشوف انها ممتازه او فيها بعض الكلام عايز يتعدل، وهكذا بنبدا نعدل فيه لحد ما نوصل لصيغه مشتركه بين الاقسام كلها.